بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال مبروك وصباح الفل وصباح النصر زي ما احنا متعودين وزي ما احنا كنا دايما كل حلقة بنقول كده يا رب لما بيبقى فيه ماتش او بطولة نقول ان شاء الله هنيجي نقول لحضراتكم في بداية الحلقة صباح النصر بعد حصولنا على الكاس زي ما حضراتكم شايفين حاجة مشرفة وحاجة جميلة وكلنا كأهلوية اكيد سعداء جدا جدا ومبسوطين كمان في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نبدأ الحلقة بحضراتكم بالكاس معانا يعني الف مبروك على كل اهلاوي بجد حاجة مشرفة وحاجة جميلة وكان متوقع برضو مش هنقول عشان غرور بس احنا بنتكلم عشان ثقة احنا عندنا يعني فرقة فعلا قدمت أداء محترم جدا ولعبوا بشكل احترافي نقدر كده نتكلم ونقول إن النادي الأهلي هو سفير الكرة المصرية عن جدارة صباح الخير وصباح النصر يا كريم.